ضاعت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم جبر الخواطر. في جبر الخواطر أول حلقة لينا وأول أسبوع لينا في السنة الجديدة، فبنقول للشعب المصري كل سنة وأنتم طيبين وبخير وبسعادة. في جبر الخواطر فقراتنا النهاردة إن شاء الله متنوعة، وهنبدأها النهاردة باسم برنامجنا وجبر الخواطر وحلقة عن جبر الخواطر. معنا فضيلة الشيخ إبراهيم يوسف من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا فضيلة الشيخ. أهلا أستاذ، كل عام طيب. وأنت طيب. النهاردة بقى بمناسبة السنة الجديدة، وعايزين نسأل بقى حضرتك إزاي نجبر بخاطر بعض. أحمدك اللهم وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك وخاتم رسلك سيدنا محمد من بعث رحمة للعالمين وجابرا لخاطر المنكسرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين وبعده. جبر الخواطر احنا بنقول ان هي عبادة، علشان كده عايزين في البداية نفهم الناس او نصحح مفاهيم الناس عن العبادة. ليست العبادة مقتصرة على الصيام وعلى الصلاة وعلى الحج وعلى سائر تلك الطقوس الدينية اللي احنا فاهمينها، لا، هناك عبادات اعظم بكتير من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة والحج، منها عبادة جبر الايه الخواطر. علشان كده جه احد سلفنا الصالح وأحد علمائنا الكرام وقال: ما تقرب العباد، ما تقرب الإيه؟ العباد بشيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من جبر الإيه؟ الخواطر. ليه بقى؟ لأن جبر الخواطر بيعتمد على الإنسان، والإنسان هو خليفة الله سبحانه وتعالى فين؟ في أرضه. ربنا خلق الكون كله من أجل هذا الإيه؟ الإنسان. يبقى الإنسان أولا وثانيا وثالثا. يبقى أنا النهاردة لما بركز على جبر خاطر الإنسان أنا بحقق الإنسانية اللي إحنا أصلا كلنا مفتقدينها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. عشان كده لو إحنا بصينا لسيرة النبي صلوات الله وتسليماته عليه هنتلاقي أن كلها مليانة بمواقف بتدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحتة جبر الإيه؟ الخواطر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: الناس عيال الله، يعني على مين؟ على الله، فقراء إلى الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لمين؟ لعياله. يبقى إذن أحب الناس إلى الله مش كثير الصلاة والصوم والزكاة والحج بس، لا، أحب الناس إلى الله اللي بيحس بالناس، اللي بيشعر بالناس، اللي بيخش جوه أحزان الناس ويبدأ إن هو يحط إيده على قلوبهم علشان خاطر إيه؟ يدويها ويجبر بخاطرهم. عشان كده القرآن جاب لنا موقف كتيرة جدا بتدل على إن جبر الخواطر عبادة عظيمة جدا. لو بصينا في قصة يوسف أحسن القصص، سيدنا يوسف اتظلم من إخواته، تمام؟ ولما ألقي في غيابة الجب ربنا سبحانه وتعالى بيجبر بخاطره وبيطمن ها يوسف وهو مرمي في البئر تحت أو في الجب في الظلام. فبيقول له إيه؟ بيقول له إن خلاص أنت هتطلع يا يوسف، مهما ضاقت بك الأمور أنت إيه؟ لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم إيه؟ لا يشعرون. يعني اطمن، أنت مش هتهلك في المكان ده يوسف، أنت هتطلع وهتبقى حاجة كبيرة جدا وهتقول لهم اللي عملوه في يوم من الإيه؟ من الأيام. يا مولانا فضل. بعض الناس متقلهم ان الدين عباده صلاه وصوم فقط. نعم. يعني انا اعرف بعض الناس بيصلوا ليل نهار. نعم. لكن ما يعرفوش عن بعض اشياء ولا في. نعم. بيشاركوا بعض في الحزن ولا في الفرح. تمام. فانا عايزك توصل رساله للناس دي. يعني رسالتي اليهم ما قاله الله سبحانه وتعالى: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل الى ان قال سبحانه ان الحسنات يذهبن الايه السيئات، واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، عن الزكاه قال: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، عن الحج قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، عن الصيام قال ايه؟ لعلكم تتقون. جه نبي الرحمه وسيد الجابرين قال كلمه جميله جدا: الا ادلكم على احبكم الي، أحب الناس لرسول الله مين؟ تمام؟ وأقربكم مني منازل يوم القيامة. ويوم النبي كتفه جنب كتف مين؟ النبي. لم يقل المكثرون من الصلاة ولا المكثرون من الزكاة ولا المكثرون من الحج، ولكن قال أحاسنكم أخلاقا. من هم رسول الله؟ فقال: الموطؤون أكنافا، الناس الإيه؟ ها؟ الهينة، اللينة، الطيبة، الذين يألفون ويؤلفون، بيحبوا الناس وبتحبهم الناس. وهل الناس هتحبهم إلا إذا كانوا بيجبروا بخاطر مين؟ الناس. علشان كده احنا بنقول لكل مسلم سمعنا دلوقتي ولكل إنسان بيسمعنا وكل مشاهد: أقرب وأعظم عبادة
تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إنك تكبر خاطر مين؟ الناس. صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك ده حاجة لك أنت، هتعود عليك مين؟ أنت. إنما إحنا عايزين نشوف أثر تلك العبادات فين؟ في نفسك أنت. هل العبادات دي هترقق أو ترقق قلبك؟ هتهذب مشاعرك؟ هتخلي روحك دايما وأبدا متصلة بالناس؟ لو أنت كده اعرف إن أنت بإذن الله من الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. عشان كده السنة النبوية يعني وصف الصحابة للنبي امرأة فقالوا، وصفوا من حسن صلاتها ومن حسن قيامها لليل ومن حسن صيامها، ولكنها تؤذي جيرانها بإيه؟ بلسانها. فقال النبي النار أولى بها. نعم مولانا، تسمح لي نطلع مع تقرير لجمعية صدقة جارية ونرجع تاني بعد التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الحاج؟ عامل ايه؟ خليك. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. قول لنا يا عم الحاج، انت محتاج ايه؟ محتاج، انا حالتي تعبانه والله، محتاج ان انا وجعاني قطع لها ماء زرقاء وقلبت قرنيه مش بنضربها خالص، وجيت اجري المستشفى ولا كده ولا كده، عمليه ب 40,000 ثمنها معيش 40,000، وعندي كان عندي 8 بنات ومجوزت 5 وفضل 3 والله، ما معيش حاجه يعني. يعني انت محتاج عمليه، مع عمليه قرنيه على عينك؟ ايوه، وعملي كرني على عيني برضه، تعبانه والله، صداع يموتني. طب وانت حضرتك شغال ايه؟ شغال والله ارزاقي كده اهو، ارزاقي. طبعا بعد موضوع العين ده مش عارف تشتغل؟ ولا اقدر اشتغل ولا اقدر اعمل ولا من الارض حتى، ولا اجيب قرش من بره. طب انت تقول لاهل الخير اللي سامعينك دلوقتي وشايفينك، تقول لهم ايه؟ الله ربنا يبارك فيهم ويعمل العمليه دي. العمليه اللي ايوه بقول لك تكلفه 40,000. طب الحاج عبد العليم يا جماعه بيناشد اهل الخير، بيقول لكم يا جماعه انا محتاج عمليه قرنيه في عينيا مش بشوف. الحاج عبد العليم كان معاه 8 بنات، جوز 5 ومعاه 3. الحاج بيقول انا والله ما قدرت حتى اعلمهم، فضلا ان هو يعني مش عارف يعيشه. طب اهل الخير، مين اللي هيتكفل باجراء العمليه لعم عبد العليم؟ راجل كبير يا جماعه في السن، مش قادر يشتغل، عنده 3 بنات على وش جواز 18 و16 سنه، عنده 3 بنات 67، عنده 67 سنه يعني ما فيش حيل، ما فيش صحه، قدم للمعاش ولا ما فيش، ما فيش معاش، تخش معاش؟ والله باخد ولا بعمل ولا اي دخل بيجيني. طب يا جماعه الحاج عبد العليم عايزين نساعده ونشاركه، عايزين يعني نكون سبب ان احنا ننور عينيه، عايزين نكون سبب ان شاء الله نعمل له عمليه القرنيه على عينيه. يا جماعه عايزين نشارك معاه. يا جماعه لما نفرج عن اخونا كرب من كروب الدنيا، ربنا يفرج عنها كرب الدنيا والاخره، ولما نعين ربنا سبحانه وتعالى هيعيننا، ولما نساعده ربنا سبحانه وتعالى هيساعدنا وهيسعدنا. مين يا جماعه ان شاء الله باذن الله يتصل على جمعيه صدقه جاريه ويتكفل باجراء العمليه للحاج عبد العليم، وان شاء الله يساعد برضه في تجهيز بناته، وان شاء الله باذن تعالى يرسم الفرح والبهجه والسرور على وجهه، عشان ده من افضل الاعمال. لما سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على افضل اعمال قال سرور تدخله على قلب مسلم، ده افضل عمل تلقى الله به. افضل حاجه ان انت تفرح الحاج عبد العليم وتنور عينيه وتنور بيته واولاده جميعا. الجار لو محتاج مساعده، نعم، نكون بقى مدخل مع بعض في جبر الخواطر. نعم. وتقول لنا ازاي نكبر بخاطر الحاج ونساعده. هو طبعا زي ما احنا شفنا من خلال جمعيه صدقه جاريه اللي هي دايما بتروح الاقاليم وتروح المحافظات علشان تدخل البسمه على الناس، تمام، ويدخل البسمه على الناس، والسرور من اجمل الطاعات اللي الانسان يتقرب بها الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول للناس انك انت ممكن تعالج كل مشاكلك بانك تتصل دلوقتي وتساعد اسره زي عم الحاج، تمام كده؟ طيب. كل احلامهم اشياء بسيطه جدا نقدر نحققها، ومش طالبين مستحيل، ده طالبين يعيشوا حياه كريمه على قدر المستطاع، تمام؟ محتاج كان يسقف بيته، ان كان يمحر بيته، محتاج مساعده شهريه، محتاج علاج لمرضه، فاحنا بنقول لكل واحد دلوقتي انت ممكن تدخل دلوقتي وتتصل، فربنا سبحانه وتعالى يحل لك مشاكلك اللي انت بتدور على حل ليها مش لاقي، ممكن يشفي مرضك قادر سبحانه وتعالى، لان النبي قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالايه؟ بالصدقه. ممكن يحصن شركتك ومصنعك اللي انت مش عارف بيتسرق وحاسس مشاكل، قال حصنوا اموالكم بالايه؟ بالزكاه. ممكن وخباك تدب الحياه في بيتك تاني والسعاده، لانك الجزاء من جنس مين؟ العمل. انت هتفرح راجل زي عم الحاج، ربنا يفرحك ويفرح اولادك ويفرح بيتك. فانا بقول لكل مشاهد دلوقتي يلا بادر، وكون انت اول متصل، لان ربنا هيكون
مدي لك انت الخير اول واحد، لان لما تسابق بالخيرات وتستبق الخيرات ربنا يجيب لك الخير اول الناس لانك كنت مسابق بالخيرات. نعم. مولانا حضرتك المستشار الديني لجمعية صدقة جارية. نعم. عرفنا استعديته لموسم الشتاء ازاي؟ هو طبعا احنا دايما بنقول ان الشتاء بيبقى من اصعب الايه؟ يعني فصول السنة على المسكين والفقير. ليه؟ لان طبعا المطر هو بيته مش متسقف بمسلة ولا حتى متسقف بخشب، ده بيته متسقف بشوية جريد وشوية حطب، يعني المية بتنزل عليه وعلى مين؟ على أولاده، تمام؟ بنروح لأسر ناس ما عندهاش أصلا سرير تنام عليه، نايمين على إيه؟ على الأرض. بنروح لأسر الأسرة كلها ممكن يكون عندها بطانية واحدة، فإحنا استعدادنا بيكون توفير البطاطين إن شاء الله، وإحنا عاملين حملة بطاطين بإذن الرحمن لكل أنحاء مصر على حسب المستطاع. الحملة دي كام بطانية؟ 1000 بطانية إن شاء الله. ما شاء الله. من خلال هذا المنبر بقول للناس يا جماعة 1000 بطانية، تكلفة البطانية 150 جنيه، تمام؟ يعني مش شيء عسير، يعني مش اللي تقدر عليه ها اعمله، مش لازم اخبك تدفع 10 بطاطين 20، قادر ادفع، مش قادر ادفع ولو بطانيه ايه؟ بطانيه واحده، يعني 150 جنيه مش فلوس خالص. النبي قال خير الصدقه جهد المقل، ايه جهد المقل؟ يعني ممكن ابراهيم النهارده بيدفع مليون جنيه وفلان بيدفع 10 جنيه، ال 10 جنيه عند ربنا احسن مليون جنيه بتاعتي، ليه؟ لان بيدفع ال 10 بياخد ده من قوته ومن قوت ولاده ومن جلد الحي زي ما بيقولوا، انما انا بدفع المليون ومعاه زيها ملايين، فانا بقول لكل واحد ما تستقلش عمل الخير. قال صلى الله عليه وسلم لا تحتقرن من المعروف شيئا. تقولش اصل هي بطانيه هعمل ايه؟ لا، البطانيه دي ممكن تسعد اسره بحالها، ممكن تستر اسره بحالها، ممكن تخلي واحد يبقى عايش كل يوم بيدعي لك كل ما يتغطى بيها. فانا بقول للناس بدروا دلوقتي في حمله 1000 بطانيه من خلال جمعيتنا المباركه صدقه جاريه، ارقامنا الموجوده على الشاشه، كونوا اول المتصلين لاسعاد الناس عشان ربنا يسعدكم سبحانه وتعالى ان شاء الله. طيب يا مولانا نطلع تقرير تاني مع جمعية صدقة جارية ونرجع تاني. جمعية صدقة جارية نشوف أهلنا محتاجين إيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تعالوا نشوف الأسرة اللي محتاجة إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ام احمد؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويس. قولي لنا يا ام احمد، انت كلمتيني قلت يا جماعه انا محتاجه مساعده، ايه المساعده اللي انت محتاجاها؟ البيت السقف زي ما انت شايف بالجريد وبتنزل على عيال المطره وكده وبتغرقنا، ما نبقاش عارفين نروح فين، من غير بيبان عليته ومن غير بيبان. انت معاكي اولاد قد ايه؟ 3. ربنا يحفظهم يا رب. يعني انا عايز اقول ان السقف يعني ما فيش، ما يتحملش اي مطر ولا اي حاجه. ما بالجريد ما مسوس، يعني السقف مسوس فبينزل عليك المطر. ايوه. طب تقولي لأهل الخير ايه لسه؟ كمان قلبي برضو ما عندي، مفيش محارة. ايوه عايزين بطاطين قلح في اي حاجة تدرق على عيالي. مفيش فرش خالص في البيت؟ لا، انا شايف البيت يعني للاسف، ولا شايف، انا شايف عبارة عن حصيرة وحاجة بسيطة جدا. مفيش. يعني مفيش حتى يعني الحمام برضو عادي، كل شيء يعني قاعدين كده في ربنا ان شاء الله يعني لله. طب انا شفتش برضو عندك بره وانا داخل كده مفيش مية، يعني مفيش مية؟ مفيش. لا يا ريت، محتاجة يعني وصلة مية، محتاجة يسقف، محتاجة بيبان يتمحر عشان الرطوبة طالعة من الحيطان على العيال، بطانتين لحافين. طب في دخل، في دخل، في دخل يا ام احمد؟ والله خالص مفيش اي دخل. مفيش. يعني جوز حضرتك شغال ايه؟ مش شغال اي حاجة، هو ارزاق يوم فيه وعشرة مفيش كمان. مش موظف يعني ولا حاجة؟ ارزاقي كده مفيش. مين يا جماعة هيصر الحاجة ام احمد وولادها وجوزها عشان ربنا يصره في الدنيا ويصره في الاخرة؟ بتقول انا والله ما بلاقيش فرش او بطاطين اغطي بيها الاولاد وادفي بيها الاولاد. كلنا يا جماعه في بيوتنا دفايات وتكييفات وعندنا فضل لله الخير كله. طب عشان ربنا سبحانه وتعالى يديم علينا هذا الخير ويكثر علينا هذه النعم، لازم نشوف الناس دي محتاجه ايه، لازم نسعى في قضاء حاجات يعني هؤلاء الناس. الحاجه ام احمد محتاجه سقف بيت، بتقول ان البيت عباره، سقف عباره يا جماعه عن جريد وحاجة بسيطة جدا، دي ما تحميش الأسرة أو البيت كله من نزول المطر. تقول للأسف بنقعد غصب عننا، ما عندهاش مكان تاني تروح، هتروح فين؟ مليان حشرات، يعني ساعة ما الواحد بيت بخش هذا الطبيخ ما فيش من كل حين ومين، احنا اللحمة دي يعني من كل 3 شهور وما بنشوفهاش. إن شاء الله هتشوفيها وإن شاء الله هتسعدوا بإذن الله. هي بتقول دلوقتي البيت ما فيهوش محارة ومفتح يعني من كل الأماكن، ما فيش.
تقول في حشرات بتخش عليه يا جماعة، يعني طبعا بقى للأسف يعني ربنا يعافينا صراصير وغيرها من الحشرات المؤذية الضارة بتخش فعلا على أكلها وعلى أولادها. تبقى الخير محتاجة تسقيف البيت ومحتاجة محارة البيت، محتاجة وصلة مية تمنها 5000 جنيه، سقف البيت تمنه 20-30 ألف جنيه زي ما قلت، مبلغ في كتير جدا في حياتنا بسيط بس هيفرق معنا السنين، في كتير جدا في حياتنا مبلغ زهيد بس هيكون سبب في إسعاد وستر لنا السنين. زي ما شفنا مولانا التقرير، عاوزة حضرتك تدي نصايحك للناس ايه بعد التقرير اللي شفناه؟ والله يعني الصورة أبلغ من ألف معنى، تمام، من ألف كلام. أنا شفنا أختنا أم أحمد، يعني الحياة تحتاج إلى حياة، البيت محتاج لبيت، لا سجاير موجودة بيناموا على الأرض ولا بطاطين بيتغطوا، بس بنتكلم على البطاطين، تمام؟ حتى المية مش موجودة، محتاجين وصلة مية، السقف زي ما احنا شايفين. فدي كلها امور بسيطه جدا، حسبنا كل اللي محتاجينه الناس دول عشان يعيشوا حياه سعيده مش هيعدي 30 ألف جنيه، زي ما قال اخويا الشيخ كريم وصلت ميه 5000 جنيه، تمام؟ يعني سهله جدا. انا بشتري موبايل، مش شرط يا مولانا حد يدفع ال 5000 كمان، احنا بنقول اللي يقدر. احنا قلنا خير الصدقه جهد المقل، اعمل سهم، تمام كده، سهم مثلا في وصلت الميه 1000 جنيه لو تقدر، تمام؟ 1500 جنيه وصلت ميه ب 5000 جنيه، سقف هيتسقف البيت بالخشب 20 ألف جنيه، سهم السقف برضه نفس القصة بيبدأ من 1 لحد 5000 جنيه، مش قادر على 20 على 5، ادفع اللي تقدر عليه. 3-4 بطاطين، لسه قلنا البطاطين ب 150 جنيه، يعني جبنا 4-5 بطاطين للأسرة ديت مش هيعدوا 1000 جنيه. سرير أو 2 يناموا عليه، ليه؟ لأن دول إحنا سنسأل عنهم. طالما إن إحنا شفنا وسمعنا ووصلنا وقادرين نعمل ما عملناش، ربنا يسألنا عنه. واحد يقول لك أنا مال، لا مش مالك، تمام؟ أنت ستسأل يوم القيامة إن في محتاج جه قدامك وأنت اتأكدت من حالته إن محتاج، وتأكدت إن فعلا صاحب حاجة وما وقفتش جنبه وأنت قادر، ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عنك يوم القيامة في أشد المواقف حاجة. ليه؟ لأن سيدنا النبي قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، إيه الجزاء؟ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. مفيش فلوس هناك، تمام؟ أتمنى هناك أن يبقى عندي مال الدنيا أدفعه عشان إيه؟ أمشي بس من أرض المحشر؟ لا، لو عايز تمشي من أرض المحشر بسرعة وعايز تخش في ظل الرحمن بسرعة، حقق واتصل دلوقتي واعمل وصلة مية للناس دي 5000 جنيه، أو اعمل لهم سقف السهم فيه 5000، يعني 20 ألف تكلف السقف، أو جيب لهم شوية بطاطين البطانية ب 150 جنيه، أو سرير وقف جنبهم، أو شوية هدوم، عشان ربنا يوم القيامة ياخدك في ظله كما قال الله سبحانه وتعالى، وكما أخبر النبي في الحديث المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. يلا يا جماعة، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، دعوة إلهية عشان ربنا سبحانه وتعالى يعمل الخير لعباده عن طريقكم أنتم، ربنا ياخد بإيديكم لأنه هيرزقهم هيرزقه. نعم. مولانا دايما الناس بتسأل نتواصل مع جمعية صدقة جارية ازاي؟ نعم، وطبعا أرقامنا الموجودة على الشاشة، تمام؟ والجمعية الحمد لله طول النهار من 9 صباحا لحد 8 أو 9 بالليل الناس موجودين وبيتلقوا المكالمات علشان خاطر يحولوا عن طريق فودافون كاش أو عن طريق النهاردة إن المندوب يروح لحد البيت يحصل، بس إحنا نروح لكم في أي مكان، بس أنتوا اتصلوا علشان خاطر المواقف صعبة، والشتاء السنة دي أشد من أي شتاء، والحالة زي ما إحنا عارفين كلنا بن إيه بنعاني. فالصدقة السنة دي يا جماعة مضاعفة بإذن الله. ليه؟ لأنها صدقة في وقت شدة وفي وقت حاجة، نسأل الله أن ييسر على المسلمين أقواتهم وعلى الناس أجمعين. تمام. مولانا كلمنا عن أفضل الصدقات. نعم، يعني أفضل الصدقات أمر نسبي. ناس تقول أفضل الصدقات سقيا الماء، النبي قال كده. أفضل الصدقات سرور، أفضل، لا، أنا بقول أفضل الصدقات مما فهمته من مجموع حديث النبي ما يحتاجه الناس. يعني إيه؟ يعني النهارده أنا عندي أسرة محتاجة إيه؟ وصلة مية، يبقى دي أفضل الصدقة بالنسبة لي أنا اللي أعملها، تمام؟ عندي أسرة محتاجة بطانية عشان تتغطى عشان تدفى، يبقى دي أفضل الإيه؟ الصدقة. ولكن عموما الإنسان قبل البنيان، بمعنى النهارده لو أنا عندي مسجد بيتبني وعند أسرة زي دي محتاجة، لا، أقدم هذه الأسرة على كل شيء، لأن المسلمين ممكن يصلوا على الأرض، ممكن يصلوا في الشارع، إنما الأسرة دي ما تنفعش تنام فين؟ في الشارع. نعم. تمام، حلقتنا خلصت لكن فقراتنا لسه ما خلصتش، انتظرونا وحلقة قادمة من برنامج جبر الخواطر.
عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي.